فزاره اليوم جلالة الملك محمد السادس برفقة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا. روبورتاج يوسف الحميدي وبعثة القناة الثانية. منذ 3 أيام ومئة الماليين يتقاطرون على المستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي، وبعد المبادرة تأتي المتابعة. جلالة الملك بمعية الرئيس المالي يزوران هذه البنية الصحية المغربية في باماكو، والغاية الوقوف على كل الخدمات التي يقدمها المستشفى في بلد يعاني خصصا في البنية الاستشفائية. جلالته زار رفقة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا كل مرافق المستشفى الميداني الذي يحمل الأمل لآلاف الماليين. نحن هنا في باماكو فقراء ولا نتوفر على مصاريف التطبيب. مثل هذه المبادرة تستحق كل الشكر. يهتمون بنا بشكل جيد، يقدمون إلينا الأدوية مجانا. أنا فرح جدا. إنها مبادرة تضامنية دالة تجاه الشعب المالي، وكما تعلمون فحاجات السكان كبيرة في مجال الصحة رغم كل الجهود التي بذلتها الحكومة. نرحب بتضامن المغرب البلد الصديق كما هو الحال اليوم في هذه المبادرة من ملك المغرب. C'est le bienvenu et aujourd'hui justement c'est le cas et à cette initiative de Sa Majesté le roi du Maroc. المستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي وبأكثر من 80 من الأطباء والممرضين والتقنيين المساعدين يتوفر على مختبر للتحليلات الطبية بأحدث التجهيزات وقاعة لإجراء عمليات مختلفة وفي كل التخصصات بدءا بجراحة العيون وجراحة العظام وليس انتهاء عند جراحة القلب والشرايين. المستشفى يتوفر أيضا على عيادة متخصصة في طب الأسنان كما يقدم الأدوية بالمجان لكل زائريه من المرضى الماليين. فكنشوفوا تقريبا اون مويا وعاد بدينا اون مويا ما بين 500 حتى 600 700 وقدمنا لحد الان واحد العدد ديال 1750 خدمه طبيه تقريبا في جميع التخصصات. وكيف كتلاحظوا راه هنا لي شيرجيان راه خدامين اي سون اون تران دوبيري وحنا سعداء جدا لانه هذا نهار كبير عندنا في هذه البلاد ان سيدنا الله ينصرو جا شافنا وشاف المستشفى وشاف الطاقم كله شافوا. ونتمناو نكونوا في الحسن ديال الظن ديال سيدنا الله ينصرو. وكما كنقولوا ديما حنا هنا باش نشرفوا سيدنا الله ينصرو وباش نشرفوا البلاد المغرب ديالنا باش نشرفوا المغاربه باش نشرفوا الرايه المغربيه. كل الخدمات الطبيه التي يفتقدها الماليون توجد في هذا المستشفى العسكري الذي تصل طاقته الاستيعابيه الى 40 سريرا. المدد المغربي لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه الى مساعدات انسانيه وصلت باماكو قبل اسبوع بامر من جلاله الملك. هذه المساعدات فهي وزنها 16 طن وتتكون من ادويه وأدوية شبه طبية استهلاكية، حاضنتين للأطفال، كمية من الحليب المجفف المقوى بالحديد والفيتامينات، وكمية من الحقائب التي تحتوي على مستلزمات نظافة الأطفال. هي اليد النبيلة المغربية الممدودة دائما لإسعاف آلاف الماليين الذين غادروا للتو من أزمة خطيرة كان المغرب فاعلا أساسا في الخروج منها بأقل الخسائر. إيمانا من المملكة بروح التضامن بكافة أشكاله مع كل الشعوب الشقيقة والصديقة في القارة السمراء.